ازيكم؟ لو كنت مع شخص او اي شخص، اي شخص في اي حاجة وسبك ومشي، ايش تعمل يا حلو يا جميل؟ وانت بتحاول تكلم الشخص ده وبتحاول تتواصل معاه، الشخص ده كان صاحبك يعني صديقك يعني، او صديقتك لو انت ولد او بنت، او كان بمثابة الزوج، او كان خطيب ده اللي هو يعني خطبة، او كان علاقة حب، او كانت علاقة حب ما فيهاش جنس، او كانت علاقة جنسية يعني تحت اي مسمى، او كان يعني شريك عمل. فممكن يبقى فيه احتمالات كتيرة جدا انك كنت بتتقابل مع الشخص ده او في بينكم وبين بعض حاجة، كل شيء الا الفراق، فما تسيبنيش وانا مشتاق. المهم انا هحكي لك الحكاية والرواية والقصة واشياء من هذا القبيل. هحكي لك القصة. لو في شخص دخل في حياتك فترة وسبك ومشي، طبعا انت بتبتدي تحن وتبتدي تشوف هو الشخص ده سبك ليه ومشي ليه، وتبتدي تفتقد هذا الشخص وتتوحش هذا الشخص. يعني انت تتصل بتقول له انت وحشتني، انا مش قادر اعيش من غيرك. ايوه مفيش مشاكل، المشاعر اختراع جميل وعظيم. بس خليني اقول لك على حاجه، انا هحاول افهمك الموضوع ده كويس. سواء كان هذا الشخص زوج او خطيب او حب او علاقه جنسيه او كانت صداقه او كان شريك عمل، يعني ست انواع اهو، او كان زميل في الدراسه، او كان لا بلاش شريك عمل، دي مش اسمها شريك عمل، اسمها شريك تجاري، او كان زميل عمل، او كان الشخص ده معلم ومرشد روحي ومشي، اي شخص، او كان هذا الشخص واحد من الاهل، ابوك امك ومات او سافر او هاجر او اي شيء. انت افهم ان كل انسان هيدخل في حياتك فترة مؤقتة او مرحلة ويمشي، ما تزعلش لانه مش ممكن يكون مشي لانك اخطأت في حقه، ده مجرد احتمال من الاحتمالات، وممكن يكون مشي لانه هو رسالته انتهت في حياتك، وممكن يكون مشي لان ربنا بيجهزك لمرحلة جديدة، وممكن يكون مشي لان هو ربنا بيحبك وذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وممكن يكون مشي بس ما فيش حاجة تانية اكتر من كده، وممكن يكون مشي لان امك دعيالك. يعني انا مش لاقي اسباب تاني بصراحه اقولها لك. انا ما اعرفش هو ليه الشخص ده مش، انا ما اعرفش، انا مش عارف وانت مش عارف، ممكن تكونوا عارفين وممكن ما تكونوش عارفين، ممكن لان انتوا مش متوافقين، ممكن لان ربنا بيدور لك على انسان تاني اكتر توافقا معاه. وبعدين يا اخي افهم ان طبيعه الحياه متغيره ومتقلبه، ومحدش يقدر يضمن بقاء حد لفتره طويله. انا ما عنديش ضمان ان فلان يفضل متجوز فلان لاخر يوم في العمر، وما عنديش ضمان ان فلان يفضل الشريك التجاري لفلان لاخر يوم في العمر، انا ما عنديش ضمان، ما حد عنده ضمان. فباختصار عشان اكون واضح وعشان اكون كويس وبمنتهى الوضوح، يعني قدرتك على التخلي واختبار القدرة على التخلي والهجر والفراق ده اختبار صعب جدا، وانت بتمر عليه في فترة السادساتي. دايما فترة السادساتي عبور زحل فوق القمر، اللي هيحصل مثلا لمواليد قمر الحوت في 2023 بيبقى في الغالب هي تجربة الفراق والطلاق والهجر. دي من اسوأ التجارب اللي الانسان بيمر بيها، انه تعلق بشخص جدا او تعلق ببلد، ممكن يكون شخص فارق بلد معين. انا يعني مثلا انا ما اعرفش، مثلا انت كنت ساكن في مصر ومصر هي امي ونيلها بيجري في دمي والكلام التافه ده، وطبعا انت طلعت من البلد والغربه ومش قادر اعيش بدونك يا مصر والكلام برضو التافه ده. طبعا انت انسان موهوب، ممكن تكون عيل كلت من مواليد برج السرطان الرمى. فيعني خلينا نسيب الحنين للوطن ده المرتبه رقم 9، لان انا بيني وبينك مش بيني وبينك يعني يا راجل، في حد يحن للوطن؟ انت عبيط. فزي ما انا قلت لك كده، دي بيبقى اختبار قوي، اختبار الصلابة، انا اسميه اختبار الصلابة. من اصعب 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 ما يكون هو اختبار الصلابة ده، اختبار الفراق، اختبار انك تعيش لوحدك، اختبار التخلي، اختبار انك ما تبتدي حياة جديدة بدون الشخص اللي انت كنت معاه. ما نعرفش هو الشخص ده دخل في حياتك ليه وطلع ليه، لكن طبعا انت مش ذكي، انا بعلمك الذكاء دلوقتي، يعني انا دلوقتي بديك كورس في الذكاء، بعمل لك تطوير نفسي وتأهيل نفسي وتأهيل اجتماعي. انت داخل عندي في القناة في اليوتيوب ليه او في السناب ليه؟ عشان اعمل لك تأهيل نفسي وتصير بني ادم زي بقية البني ادمين. فنحن لم ننكر مشاعر الشوق والاشتياق والحنين والتعود، نحن لم ننكر مشاعر الحب، نحن لم ننكر العشرة والايام الحلوة، نحن لم ننكر انكم انتوا كنتوا بتحبوا بعض او متعودين على بعض او متوافقين مع بعض او مش او معرسين مع بعض، ان على الاب اللي نفضكم انتوا الاثنين. المهم نحن لا ننكر
نحن لا ننكر هذه الأشياء، ولكن يجب أن نعترف بحقيقة هي التي تفهمنا حقيقة الحياة، إنه الحياة مرحلية. أنا لا أستطيع أن أضمن بقاء الشخص في حياتك، ولا أنت تقدر تضمن لي بقاء الشخص في حياتي. دي حقيقة، عشان نكون أنت أصلا كإنسان، الإنسان نفسه لن يبقى على ظهر الأرض. ده حقيقة. إذا كانت البني آدمين نفسها بتموت، أفلام إيه اللي أنت عايزها تعيش؟ مستر تهامي، تفتكر نوعية أفلامك دي ممكن تعيش؟ إذا كانت البني آدمين نفسها بتموت، أفلام إيه اللي أنت عايزها تعيش؟ فهو ده باختصار الملخص بتاع فيلم أنا بضيع يا وديع، لما الولية بتسأل بتقول لها تفتكر نوعية أفلامك دي ممكن تعيش؟ قال لها البشر نفسهم بيموتوا، فما حدش يقدر يضمن بقاء حد. البقاء والاستمرارية مع إنسان أو مع شخص ده وهم كبير، ده وهم، اطلع من الوهم ده. فزحل في فترة السادسات بيجيب لك موضوع الفراق ده. فالمهم يا سيدي، انت هتبتدي بقى تدور عندي هنا في القناة عن الفراق والطلاق والحب والحبيب والكلام الفارغ ده بتاع المشاعر والكلام التافه الفارغ ده اللي ملوش اي لازمه في الحياه، سواء ان الناس بتشغل بعضها على الفاضي وبتشتغل بعضها على الفاضي وتقعد تحن وتزعج نفسها على الفاضي عشان شويه مشاعر تافهين وبس، وخلاص بقى بتفهم بقى انه دي مراحل وفي حاجات اكبر مننا في الحياه، واللي يمشي يمشي يا سيدي، واللي يقعد يقعد برضو عادي. يعني المشي والفراق حاجة واحدة، مش ما يختلفوش عن بعض كتير. لو انت نفسك شخص تافه فانت محتاج للآخرين، لو انت شخص محترم وعاقل فانت مش محتاج للآخرين ولا حاجة. وجود الآخرين بيكون مشاركة، ممكن يكون إضافة كبيرة. لا ننكر أهمية الآخرين ووجود الآخرين، ولا لا 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 لا, لا. لكن نفترض يا أخي خلاص في حاجات مو بيدك، في اشياء خرجت من ايدك، هنقعد نقول له انت ليه سبتني، او انت ليه سبتيني، او انت ليه مشيت، او انت ليه مشيتي؟ سيبك يا راجل من الكلام ده. فانا بختصرها عليك وبختصرها على كل الناس بتاع الحب والحبيب والعلاقات والكلام التافه ده. اللي يمشي يمشي، واللي يجي يجي، واللي يقعد يقعد. افهم ان الحياه مراحل، وافهم ان ما عندناش شهاده ضمان ولا شهاده بقاء ان حد يفضل قاعد، وكده كده الانسان كله على بعضه هيمشي من الكوكب، فهمت؟ فسيبك بقى من موضوع الاشتياق والحنين والحب والحبيب والمشاعر. لو انت مش قادر تسيطر على مشاعرك وتسيطر على احاسيسك فانت هتتعب في الكوكب ده كتير. الكوكب النجس اللي احنا عايشين عليه ده انت هتتعب فيه تعب الاولين والاخرين. لو ما قدرتش تسيطر على ردات فعلك وتتحكم في مشاعرك وتتحكم في رغباتك وتتحكم في يعني تطلعاتك وامالك وما ترغب فيه وما يجب ان تفعله وما يجب ان لا تفعله، بس ده باختصار. يعني هي النضج شيء يفرض على الإنسان، النضج والعقل شيء يفرض على الإنسان مش اختياري. يعني انت ما بتختارش تكون نضج وعاقل، هو بيفرض عليك انك تكون كده.